بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 30. هذا رجل. هذا اسم إشارة مبتدأ، رجل خبر. هذه امرأة. هذه اسم إشارة مبتدأ، امرأة خبر. هذا تلميذ. هذا اسم إشارة مبتدأ، تلميذ خبر. هذه تلميذات. هذه اسم إشارة مبتدأ، تلميذات خبر. هذا معلم. هذا اسم إشارة مبتدأ، معلم خبر. هذه معلمة. هذه اسم إشارة مبتدأ، معلمة خبر. هذا التلميذ مؤدب. هذا مبتدأ، التلميذ نعت، مؤدب خبر. هذه التلميذة مؤدبة. هذه اسم إشارة مبتدأ، التلميذة نعت لهذه، مؤدبة خبر. هذه المرأة كريمة. هذه مبتدأ، المرأة نعت، كريمة خبر. هذا القلم جميل. هذا اسم إشارة مبتدأ، القلم نعت، جميل خبر. هذه مكنسة طويلة. هذه مبتدأ، مكنسة خبر، طويلة نعت لمكنسة. هذه جنينة جميلة. هذه اسم إشارة مبتدأ، جنينة خبر، جميلة نعت. هذه المدرسة كبيرة جدا. هذه اسم إشارة مبتدأ، المدرسة نعت، كبيرة خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. مدرستكم صغيرة. مدرسة مبتدأ وهو مضاف، كم مضاف إليه، صغيرة خبر. أين المعلمة يا فاطمة؟ هنا في الفصل يا عائشة. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ المعلمة مبتدأ مؤخر، يا حرف نداء، فاطمة منادى. هنا ظرف مكان بخبر محذوف. في الفصل جار ومجرور متعلق بخبر محذوف في محل رفع، يا حرف نداء، عائشة منادى. تقدير الجملة: أين المعلمة يا فاطمة؟ المعلمة كائنة أو موجودة هنا في الفصل يا عائشة. هذه الممحات جميلة. هذه اسم إشارة مبتدأ، الممحات نعت، جميلة خبر. مقلمتي جميلة جدا. مقلمتي مبتدأ مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، جميلة خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. ردهة واسعة. ردهة منوعة واسعة نعت. محبرة جديدة. محبرة منوعة جديدة نعت. أو تقول: محبرة خبر ومبتدأه محذوف. التقدير: هذه محبرة جديدة. حجرة ضيقة. ضيقة نعت. كرة كبيرة. كبيرة نعت. قنينة صغيرة. صغيرة نعت. فرشة جميلة. جميلة نعت. متى تجيء إلينا؟ غدا في الساعة الثانية بعد الظهر. متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل تجيء. تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلينا جار ومجرور متعلق بالفعل تجيء. غدا ظرف زمان بفعل محذوف. التقدير: أجيء غدا. في الساعة جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. الثانية نعت للساعة. بعد ظرف زمان مضاف، الظهر مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بفعل محذوف. التقدير: متى تجيء إلينا؟ أجيء غدا في الساعة الثانية بعد الظهر. مع من تجيء؟ مع أختي الصغيرة فاطمة. مع ظرف مكان مضاف، من مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل تجيء. تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. مع ظرف مكان وهو مضاف، أختي مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بفعل محذوف. التقدير: أجيء مع أختي الصغيرة فاطمة. أختي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، الصغيرة نعت لأختي. فاطمة بدل من أختي. مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له التأنيث والمعرفة. من هذه يا عمر؟
هذه أختي عائشة يا سيدي. من اسم استفهام مبتدأ؟ هذه خبر. أو تقول من اسم استفهام خبر مقدم؟ هذه مبتدأ مؤخر، لأن الإجابة هذه أختي عائشة. يا حرف نداء، عمر منادى. هذه اسم إشارة مبتدأ، أختي خبر، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. عائشة بدل من أختي. يا حرف نداء، سيدي منادى، مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير سيدا لي. هذه البقرة غالية وتلك رخيصة. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. البقرة نعت لهذه. غالية خبر، وحرف عطف تلك مبتدأ، رخيصة خبر. اشترينا هذه الدجاجة بأربعين درهما. اشترينا فعل وفاعل، هذه مفعول به، الدجاجة نعت. بأربعين جار ومجرور متعلق بالفعل اشترينا. أربعين عدد درهما معدود. تمييز. والله أعلم بالصواب.